مر معنا الرؤيا التي رؤي فيها أبو لهب وقد خفف عنه لأنه أعتق ثويبة. ما خفف عنه مطلقا، يوم الاثنين فقط. نعم. يقول: فهل يؤخذ برؤيا المنام في مثل هذه الأمور أم هذا خاص بأبي لهب؟ رؤيا المنام حق، إذا كانت ما هي أضغاث أحلام ولا حديث نفس فهي حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لكن ما يؤسس عليها أحكام شرعية، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلا يؤسس عليها أحكام شرعية. نعم. رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام وحي يؤسس عليها الحكم، أما رؤيا غيره فلا يؤسس عليها حكم شرعي. نعم.